رجعنا لكم في فقرتنا الأخيرة، آخر من يعلم اللي نانسي عجرم حتبطل آخر من يعلم فيها. مظبوط. في معانا غرض بالاستوديو، حتتفضلي تجيبيها تغني لنا اياها وانت في الطريق كذا وانت راجعه. ايش سبب احنا جبنا لك هذه؟ عبيت قهوه ونص. انت عارفه ان في مصر كانت الجلابيه هذه بتنباع وفي اماكن كثيره وكانوا بيسموها جلابيه ايش؟ نانسي عجرم. جلابيه نانسي عجرم والايرنج نانسي عجرم. نانسي كليباتك دائما متميزه، وكانت انطلاقتك مع كليب رائع طبعا في خصمك مع المخرجه نادين لبكي. نادين لبكي لها تاثير في بدايات نانسي عجرم في رايك؟ اكيد كل انسان انا اشتغلت معه ونجحت اكيد كان له تاثير بحياتي. مين اللي عرفك على نادين؟ وبنجاحي اكيد. مين عرفك على نادين؟ جيجي. جيجي اللي عرفك عليها؟ حضرنا لها مره كليب عجبنا وقررنا انه نجتمع معه. تعاملتي بعدين طبعا مع المخرج سعيد المروق، وكان لك تعاون مميز جدا مع المخرجه الرائعه طبعا ليلى كنعان. كيف التقائي كان بليلى كنعان اول شيء؟ اول شيء ليلى قبل ما تكون مخرجه، يعني قبل ما اشتغل معها كمخرجه، هي انسانه رائعه، يعني قريب كثير على قلبي وكثير بتاخذ وبتعطي، كاركترها حلو كثير، بتعرف كثير شو بدها وبتاخذ، يعني بتصور كثير لحتى ما يعني ما يطلع في إنا بكليباتها ابدا. مريحه كثير لا قصدي متعبة كثير بالتصوير. حرام، بس أنا بعذبها كثير، فقع البروجيكتور حتى دغري بالتصوير. بتعبيها كثير أو لا؟ بتعبيها كثير لمين؟ لليلى؟ أنا بتعبها لليلى؟ يا حرام يا دلة، ما حدا غيري بتعبها. ما بتعبيها. مظبوط. نانسي مبروك جائزة الميوزك أورد. Thank you. في كثير من الفنانين صرحوا ان جائزة الميوزك اوورد عليها مشكلة ان بيندفع حقها لا ياخذها الفنان. ومن الفنانين اللي صرحوا كان الفنان عاصم حلاني وملحم بركات واخرين، ومن قبلهم كان حسين الجسمي. كثير كانوا دائما يقولوا نحن بتعرض علينا الجائزة بس احنا ما بنشتري جوائز بفلوس. ولا انا بشتري جوائز. يعني أنا مثلهم كمان ما بشتري جوائز. ما بتشتري الجوائز يعني جوز. طيب يعني أنت بتعتقدي إن هم راحوا عرضوها بفلوس للفنانين بس أنت ما عرضوها عليك بفلوس؟ لا مش ضروري. طيب ممكن كمان اشتريت أوبرا كل شيء مع أوبرا مصاري؟ واشتريت اليونيسيف؟ عن جد؟ وأنا يعني كنت دائما أقول إنه مش أنا اللي بستاهلها لحالي، في كثير فنانين وفنانات كمان بيستاهلوا هيدي الجائزة، بس يعني هي لو انه هي انه لازم تنعطى لشخص واحد. يعني انا لو بدي اشتري جايزه كنت اشتريتها من زمان، بس هي نانسي ليش غنيتي اغنيه انا مصري؟ ليه لا؟ انه انت بحكم ان انت لبنانيه، ليش غنيتي اغنيه انا مصري؟ غنيت للبنان انا. غنيتي للبنان ما اختلفنا في الموضوع، بس ليش ما حبيتي؟ نانسي غنت لكل المناسبات، وبعدين نانسي ما قالتش ان هي مصريه، هي قالت ليش قلتي انا مصري؟ هي بتتباهى بالمصري وبال في اغنيه المصري وفي اغنيه اللبناني وفي اغنيه الجيش اللبناني، وفي الاخر هي كلها لغه عربيه. يعني ما عندي هيك يعني غنت في الحلم العربي كمان. يعني انا لبنانيه وبس، انا لبنانيه وفخوره بلبنانيتي اكيد، بس انا عربيه وبدي غني بالعالم العربي كله وللعالم العربي كله. وانا بعتبر انه الفنان اللي بينجح بمصر بيقدر يوصل بطريقه اسهل واسرع،
للعالم العربي، لأنه مصر يعني معروفة إنه أم الفن يعني. فأنا حبيت إنه غني لها هيك، إنه تعبير عن حبي لمصر وللشعب المصري اللي حضني يعني كمان. طيب نانسي، وريناكي صور كثير، في صورة لازم نشوفها مع بعض. أوكي. هذه الصورة. نانسي الفنانة، إيش بتقول لنانسي الإنسانة؟ نانسي الفنانة، إيش بتقول لنانسي الإنسانة؟ هن ما بيختلفوا عن بعضهم أبداً. هو اللي بدي أقول لك إنه أنا يعني إنسانة، إذا كنت فنانة أو لا، أو إذا مشهورة أو لا، بس إنه الإنسانية اللي فيي هي اللي عم يعني بتخليني دايماً أكون يعني إجري على الأرض على طول، وعم بتخليني أشوف غيري أكثر ما بشوف حالي يعني. نانسي بتخافي من العمر؟ من العمر؟ لا أبداً. ما عندك مشكلة إنك أبداً. لو الحين صار عمرك إن شاء الله وعمر كله لك 50 سنة، حتكوني لسه بتغني ولا إيش حتكوني بتسوي؟ ما بعتقد بكون بعدني عم غني. بكون أكيد بكون صار عندي أشياء غير إنه أفكر فيها، وأكيد بتكون حياتي غير يعني. بكون صار عندي يمكن أحفاد، ما بعرف. إن شاء الله يا رب. في شيء ندمان عليه في حياتك؟ ندمان على شيء في حياتك ولا لا؟ أبداً. الحمد لله لحديت هلا ابدا ما عملت شيء ندمان عليه. طيب انا حطلب منك ان انت تتفضلي هنا، ما تطلعي فوق، خليكي وجهك هنا. جت اللحظه الحاسمه. لا لازم تطلعي. اوكي. جت اللحظه الحاسمه، المفروض تعرفي منهم حلفائي اللي خبروني بهالاسرار. حاطلب من حلفائي ان هم يتفضلوا. أليكس أكيد ويانا. رفيع ابن عمتي. وأليكس يلي حسيبه بعد الحلقة. أليكس معوشي طبعا، هو منتج منفذ بالإن بي سي، وهو صديق شخصي لنانسي. نانسي توقعتيهم كلهم يكونوا موجودين فوق؟ توقعت طارق كثير، كثير توقعته. وربيع شوي لأن الأشياء القديمة كان هو مخبر. ليلى شوي مش كثير، لا يعني ما كثير. أليكس أبدا ما توقعتي؟ ما توقعته أبدا. خليناها مع حلفائي، وكانت حلقة أكيد مميزة، إن شاء الله تكونوا انبسطوا فيها، وبنشوفكم الأسبوع الجاي مع آخر من يعلم. We'll be right back.